شاهد دعايات على حكم الإخوان المسلمين يوميا مع مدفع الإفطار على قناة العالم الأسود للعسكر. انتظرونا. أنا بتكلم عن طلعت حالي بس كده يا رم. انت بالبيت اتكلم خالص. تعالوا نقارن بين معاملة حكومات العسكر للشعب وحكومة الإخوان المسلمين لما تولوا الحكم للشعب. وهحكي موقف حصل مع وزير القوى العاملة الأسير خالد الأزهري فق الله أسره. كلنا شفنا يعني سواء زي عاد بيقول لك ابن الزبال ما ينفعش يبقى قاضي وزير عدل العسكر، ثم الوزير عدل العسكر الجديد احمد الزند الذي قال لك الذي قال انه احنا القضاة هم الايه الاسياد وما دونهم اللي هم الشعب دول العبيد. ووجدنا حتى ابراهيم عيسى هو اعلامي كبير جدا وجدناه يعني قاعد قدام السيسي كده كشش في بطنه ويقول له ما اسمح لكش تقول حكم عسكر، ما اسمح لكش تقول حكم عسكر. ابراهيم عيسى يقول له حاضر تمام. فتعالوا نقارن بين موقف ابراهيم عيسى وده كاعلامي بقى مشهور وبين السيسي وبين العبد الله اعلامي شاب صغير وحدث لي موقف مع وزير القوى العامله خالد الازهري. الذي حدث ان انا كنت ساجري لقاءات تلفزيونيه على الهواء مباشره عن الجمعيه التاسيسيه. وخلاص هنتظر الهواء يجي. فالمهم الجمعيه التاسيسيه انعقدت، كانوا في استراحه وبدات تنعقد. فالهواء جاني او ابلغت ان انا استلم الهواء بعد 3 دقائق. وطبعا كل الاعضاء فين؟ جوه الايه؟ الجمعيه التاسيسيه. فماذا افعل؟ فرحت للعسكري اللي واقف على باب الجمعيه التاسيسيه في مجلس الشورى، كان بتنعقد الجمعيه التاسيسيه في مجلس الشورى. وقلت له قول لخالد الازهري اللي هو وزير القوى العامله، قول له صابر مشهور عاوزك بره. فالعسكري قلت له يا عم روح قول له، قال له صابر مشهور عاوزك بره. فالعسكري بالفعل خد بعضه ورايح لخالد الازهري وزير القوى العامله، ولقيته جايب خالد الازهري وجاي. فجالي الوزير خالد الازهري وقال لي عاوز ايه يا صابر في ايه؟ قلت له بقى بقول له حق انا عاوز اطلع معاك هوا على ايه؟ قال لي ما ينفعش الجماعه منعقده. قلت له شوف يا سياده الوزير انا الهوا جاي بعد 3 دقائق والهوا ما فيهوش هزار وانا في موقف يعني انتوا كلكم دخلتوا، انتوا كان المفروض هتعقدوا الجمعيه بعد فتره وما الى ذلك، يعني مش فاكر ايه الملابسات اللي حصلت، وانتوا كلكم في الداخل وبعدين انا هستلم الهوا وكان المفروض استلمه ولابد اطلع هوا ويعني لابد اطلع مع حضرتك فانت لابد تنقذ الموقف. قلت له وقال لي الجلسه من... قلت له الجلسه مش منعقده، الجلسه مش منعقده، انت لابد تيجي ايه تطلع معايا هوا حالا. قال لي قلت له يا عم هم دقيقتين تعالى بس تعالى. وبالفعل اخذته من يده وذهبنا الى مكان التصوير على الهواء وقعدنا ربع ساعه عند راجل بصراحه لم يتململ، وسالته عن كل المواد بما فيها مرتبه كام وفيها يعني سالته كل الاسئله الرذله لان طبعا لا اجامل في مقابلاتي يعني. هذا الموقف انما يكشف عده امور. ايه بقى؟ مدى تواضع وزراء جماعه الاخوان المسلمين. يعني لك ان تتخيل النهارده او في عهد حسني مبارك هل كان يجرؤ ولهذا في هذا اليوم في حكومات العسكر هاتي هل يجرؤ صحفي في مصر ان هو يروح يقف على باب اجتماع فيه الوزير ويقول للعسكري نادي الوزير قول له تعالى؟ هل ابراهيم عيسى اللي هو صاحب السيسي وماشي معاه من زمان يجرؤ انه يروح على باب مجلس الوزراء اللي حاجه يقول للعسكري نادي الوزير فلان من جوه قول له ابراهيم عيسى عاوزك؟ والله ما يجرؤ. انما لان هؤلاء الوزراء كانوا متواضعين وناس محترمه وكانوا يعاملون الجميع باحترام، يعني هذا ما رايت يعاملون العمال يعاملون المواطنين يعني منتهى الادب والتواضع ويسمعونه. يعني ما فيش حد يدوم ظهرك ولا الكلام ده، وسنرد في المواقف التي شهدتها في حلقات مقبله. فبالتالي يجي صحفي شاب زي حالاتي لانه شايف الوزراء بيتعاملوا يعني احد الناس، يعني حتى الواحد في عهد مرسي يعني ما شافش الوزراء دول حاجه كبيره، يعني الوزراء يعني تلاقيهم قاعدين بينا بياكلوا فول وطعميه بياكلوا كشري يعني ماشي كده بدون حراسه، ما فيش اي يعني واحد من احد الناس لو دخلت كنت دخلت مجلس الشورى ما كنتش تعرفه من الحراس بتوع مجلس الشورى لان كانوا لابسين بدل زي الوزير، فممكن تلاقي الحراس قاعدين مع الوزراء قاعدين مع كذا كله خلطبيط ما تعرفش مين الوزير من مين الغفير.
يعني كأننا والله كنا في عهد الخلافة الراشدة. فأروح أناديله. وبعدين العسكري مش يترعب، لا ده العسكري كمان ياخد بعضه ويخش ويتجرى ويدخل الوزير يقول للوزير اطلع فلان انت عاوزك بره. طبعا لو امين شرطه عملها النهارده ده والله يحكموه محاكمه عسكريه ويبهدلوه. فطبعا هذا يحسب لي الاخوان المسلمين والوزراء الاخوان المسلمين الذين كانوا مثلهم مثل بقيه الشعب. وطبعا لا تسمعوا لاي سفيه يقول لك ده ما عملوش نفسهم برستيج. البرستيجك هو ان تكون وزيرا ناجحا وان تخدم الشعب. اما التواضع فده هذا النموذج الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين. واعتقد ان الوزراء الاخوان المسلمين سعوا الى الاهتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين والصحابه. فادعو الله ان يعود هذا الحكم مره اخرى، هذا الحكم الرشيد لمصر مره اخرى، لان الواحد كان بيشعر ان هو احسن من الوزراء، والوزراء دول كانوا ياتون الينا، يعني ياتونا يعني نلاقي العمال يروحوا يسلموا عليهم ولا احنا صحفيين يجي يسلموا علينا، كان هم اللي يجوا لنا الوزر، احنا مش نجري على حد خالص، عكس ما رايته في عهد مبارك وعكس ما يحدث الان في عهد الحكومات العسكر. وانتظرونا في حلقه جديده باذن الله. اشترك في قناتنا العالم الاسود للعسكر لتتابع الحلقات الجديده.